يعطيكم العافية. شفتوا هيدا البرميل؟ هيدا برميل عواطف. لا لا، هيدا مش عواطف جارتنا، هيدولي عواطف جياشة من كل شيء. أنا هيك لقيتهم مرميين بالزبالة وبالزواريب وبالشوارع وبالطرقات وبالأحياء، عواطف من كل شيء، يعني عيش مشترك، تسامح، ألفة، محبة، أخذ وعطاء، أخلاق، كل شيء. قال صار عنا تخمة، تخمة وما بحاجتهم، لأنه صرنا قال كتير عدل، يعني هيك تمام التمام، قد ما بنحب بعضنا صايرين، وقد ما يعني هيك قلوبنا على بعض فعلا، يعني وقد ما عم نساعد بعض، صرنا يعني هيك شعب كتير هني. وإذا مثلا ما بقى في مشاكل وهيك إيدك والفرد ويلا، ولا لا، قال هيك بناخد وبنعطي، يعني هيك. قمت شو قلت أنا؟ طب معقولة هيدا الهدر هيك حرام؟ مش حرام، انه ما بيعرف الواحد، يعني هيك ما بيخلى الامر تمرق معنا بالايام، ان شاء الله لا، يعني لا سمح الله لا، انه ايام شح. قلت انا برجع بعملهم اعاده تدوير، ايه، وبصنع منهم شرجيرات، ايه شرجيرات، لانه بركي الواحد نقص معه يعني عاطفه، صار معه نقص بعاطفه مثلا التسامح، انه بياخذ هيدا الشرجير وبيشرج حاله هيك، وبيرجع بيسترد عافيته ان الله راض. ايه، وكمان قال يعني عن جد قد ما بتتخيلوا قد ايه، انا كرمال هيك رجعت من كندا، لانه قال كمان صرنا هيك مننام وابواب بيوتنا مفتوحه، ايه، وبنحط المفتاح برا، انه هيك اذا اجى لعنا حدا يعني ما في لزوم يدق الجرس، هيدا كلمه جرس وزمامير وهيك، هذا كله ما بقى في منه، هيك تحس يعني مثل المدينه الفاضله. ايه والله شيء كثير حلو، يعني هيك بقى كأني بعمل دليفري، ها، على أخاتي معمر الكرة الأرضية. وشو ما بدكم يعني هيك، وصوني انتو، بس وصوني، حي الله عاطفي انتو محتاجينها، وأني دغري دغري ببعث لكم. ها، وهيدي حبة الحمد لله على كل شيء، في نعم وعواطف، الحمد لله.